يعني في البداية بقول لا يا فندم وخالص تعزينا لحضرتك. الحقيقة يعني شفنا كل نجوم كرة القدم موجودين لأداء واجب العزاء بما فيهم كابتن الخطيب ويمكن كل جيله كان موجود. هو النادي الأهلي كده، النادي الأهلي لما بيبقى له ابن مخلص فعلا، وهاني كان مخلص جدا جدا ودوره كبير قوي في الأهلي، الأهلي ما بيسيبش ولا حاجة، والكابتن الخطيب طبعا يعني راجل أهلاوي صميم، والباقيين كل الزملاء يعني طبعا. شفناه الكابتن الخطيب يعني كان على تواصل معاه في الفترة الأخيرة، يمكن هو الكابتن هاني مصطفى رحمة الله عليه كان إلى حد ما كان تعبان بشكل كبير، ولكن الخطيب كان واقف جنبه. كان الخطيب برغم إن هو كانت صحته تعبانة بس بصراحة كان بيجيلنا بيسأل عليه، وأعتقد برضه إن ده يعني كان بيسأل على ناس تانية كمان، ده طبعا ناس لعبوا مع بعض يعني دي مش سهلة. وقف جنبه ازاي وقت المستشفى او النادي الاهلي قدم ايه للكابتن؟ قدم اللي انت شايفه دلوقتي، الجمهوره اللي موجوده دي هي اللي اتقدمت، يعني هيقدم ايه تاني؟ شطر من كده طبعا. مين تاني من النجوم كان واقف جنبه؟ يمكن احنا كابتن شطه، يعني يمكن دي فرصه اقول ان كابتن شطه اكتر بني ادم مش من النجوم، من معارفنا كلهم سواء قرايب اصحاب جيران، انا ما شفتش بني ادم عنده الاخلاص بتاع الكابتن شطه. كابتن فتحي المبروك برضه ما اقدرش انسى بصراحه ان هو يسال، كانوا واقفين جنبه باستمرار. هيقف مع السؤال يا جماعه، مجرد التواجد بكلمه ازاي ده في حد ذاته وقفوا، ما هيقفوا يعملوا ايه؟ مش دكاتره البقاء لله، يعني احنا الحقيقه شفنا محدش تاخر خالص وكل النجوم كانت موجوده بسم الله ما شاء الله، يعني خالص تعزينا، ونتمنى كل الناس اللي بتشوف الفيديو ده تدعي له باسم الكابتن. كان بيعاني ايه في الفتره الاخيره؟ يعني مش عايز اتكلم بقى عن مرض ومعرفش. طيب اوكي طب نتكلم مع حضرتك، مش هقول اكتر من اللي قالته بصراحه. البقاء لله، يعني لو هتقدمي كلمه للناس هتقول لهم ايه؟ هقول لهم يدعوا له ان ربنا يكرمه ويبقى بجنته. هو من الواضح ان الكابتن كان محبوب في النادي الاهلي. اكيد كان محبوب، وهو كان بيحب كل الناس والناس كلها بتحبه. شفنا كابتن خطيب، شفنا كل الكباتن بتوع الاهلي جم ما تاخروش خالص عن اي حاجه.